أمام سفارة فلسطين العزيزة، فلسطين الحبيبة، تلبية لدعوة للجمعية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني. جئنا لنقول بداية: أوقفوا هذه الحرب القادرة على فلسطين، أوقفوا هذه الحرب القادرة على أطفال فلسطين، على نساء فلسطين، على غزة، على عدد من مدن الضفة. أوقفوا هذا الهجوم الهمجي الصهيوني على شعبنا الفلسطيني. أوقفوا هذا العمل الإجرامي. أوقفوا ما تقوم به قوة الاحتلال الصهيوني بدعم غربي، بتواطؤ غربي، ببواخر حرب موجودة على ساحل غزة أمام شعب عازل لا يملك إلا قوة إيمانه وعزيمته على الكفاح من أجل الدفاع عن ذاته، وينعت بالإرهاب، وينعت من يعيش الاحتلال بأنه إرهابي، وتحور الوقائع، ويتم التراجع عن عدد من الأكاذيب التي روجت بأن فلسطين والفلسطينيين يقتلون الأطفال. طبعا نحن لا يمكن أن نكون مع قتل المدنيين من أينما كانوا، لكن اليوم الشعب الفلسطيني يعيش محنة حقيقية، ونحن نتحدث الآن ونحن نوجد اليوم هنا، آلاف القنابل تتساقط على غزة، والضحايا تعد بالعشرات والمئات من الأطفال والنساء والشيوخ، في محاولة واضحة معلنة من قبل قوة الاحتلال الصهيوني إلى تهجير الشعب الفلسطيني. اليوم إسرائيل تقول بأنها تريد تهجير الشعب الفلسطيني من غزة، وإلا ستذهب أبعد من ذلك في اتجاه حرب إبادة حقيقية إزاء الشعب الفلسطيني. هذه جرائم حرب حقيقية كبيرة ترتكب، وعلى المنتظم الدولي اليوم أن يوقف هذه المجزرة وأن يحمي الشعب الفلسطيني، وأن يعلم بأن لا يمكن للسلام أن يعم المنطقة دون إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقرار دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس. السلام مقابل السلام، ولا يمكن أبدا أن نذهب في أي اتجاه آخر، وعلينا اليوم أن نرفع من درجة تعبئتنا وتضامننا ومساندتنا دون تردد للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ولإعلاء كلمته ولحمايته من الغطرسة الصهيونية. الشعب الفلسطيني يتعرض لمجزرة حقيقية الآن من قبل حكومة فاشية إسرائيلية أخذت الضوء الأخضر من الاحتلال. نريد من أمتنا، من مجتمعنا، من أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم التحرك لوقف العدوان، وأن نذهب لحل جذور المشكلة هو وجود الاحتلال. يجب أن ننهي الاحتلال. نحن شعب تحت الاحتلال، يعاني منذ عام 1967 من الاحتلال، ويعاني منذ 45 عاما من اللجوء. نريد أن نرى القوانين الدولية تطبق في فلسطين كما تطبق في الأماكن الأخرى. يجب وقف هذا العدوان الهمجي. أنا الطالبة الفلسطينية فاطمة أبو عمشة من قطاع غزة، فقدت التواصل مع عائلتي منذ 3 أيام حتى هذه اللحظة. آخر ما تم التواصل بها أنه لا يوجد قطرة ماء في البيت. حصيلة استهداف إسرائيل هي 2251 شهيدا حتى هذه اللحظة، مع العلم أن 531 منهم أطفال. إسرائيل تستهدف المسعفين والمستشفيات والناس العزل. إننا لست أمام جريمة حرب، بل إبادة جماعية في القطاع لإبادة القضية، ولكن والله والله أننا سنهزمهم، وأن ينصركم الله فلا غالب لكم. من مدينة الدار البيضاء جينا
متضامنين مع إخوتنا في غزة في فلسطين، نقول لهم قلوبنا أرواحنا معكم، دماؤنا فداءكم، نحن معكم قلبا وقالبا. En soutien avec tous les civils qui meurent actuellement, des deux côtés. On n'est pas là pour légitimer un droit à la riposte de qui que ce soit. On est là pour sauver des vies. On est pour le parti de la vie, quel qu'il soit. Il faut repartir aux origines du mal, aux racines du mal, se poser les vraies questions, ne pas mettre les gens dos à dos et à un moment envisager des solutions pour que la vie refleurisse en Palestine. Je dis en Palestine. Merci. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.